الآن من تل أبيب معي وفير جنتلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية. لماذا وافقت إسرائيل على تمديد الهدنة بعد أن كانت هناك أقاويل بأنه أصلاً يعني كان يصعب عليها هدنة الأربعة أيام؟ نحن وافقنا على الهدنة المؤقتة لأننا نريد استعادة المختطفين، وهذا ما يتم القيام به. يعني حماس أرادت هذه التهدئة، نحن لم نريد التهدئة، نحن لم نريد وقفا لإطلاق النار سواء كان مؤقتا أو آخر، نحن نريد استرجاع المختطفين، ولذا وافقنا على تمديد هذه التهدئة. ونحن الآن بانتظار الإفراج عن دفعة أخرى من المختطفين هذا المساء. طيب، هذا جاء بعد أن كان التلويح الإسرائيلي بأنه سيفرج عنهم وتصل إليهم يعني إسرائيل من دون أي صفقات بالعمل العسكري. الآن هذا ما نجح واضطرت إسرائيل إلى القبول بهدنة. هذا غير دقيق. أولا تم الإفراج عن نتنياهو مختطفة اللي قال واحدة من خلال يعني عملية غير عسكرية. دقيق يا أوفير، نتنياهو قال بالبداية الحرب على غزة. لا لا لا، هو لم يقل هذا الكلام. صدقني، أنا أعرف ما يقوله رئيس الوزراء. وبالتالي تم الإفراج عن مختطفة واحدة وهي مجندة، هي اختطفت على يد دواعش حماس إلى داخل غزة، ولكن قوات خاصة إسرائيلية دخلت القطاع وقتلت الخاطفين وأفرجت عن هذه المجندة، وهي الآن في أراضينا. أصلا هي المجندة الأولى أو المخطوفة الأولى التي تم الإفراج عنها، وبالتالي هناك جهود أخرى ليس فقط من خلال مفاوضات مع حماس، ولكن أيضا هناك جهود أخرى للإفراج عن طب ما المختطفين. قصة وأريد أن أقول لك شيئا آخر، نحن المجندة ملتزمون اللي قالوا اكتشفوا لها تماما منشورات، باسترجاع جميع المختطفين. اكتشفوا لها منشورات على فيسبوك ب 12 أكتوبر، كيف إذا كانت ب 7 أكتوبر المفترض أنها أخذت إلى غزة وليها ولها منشورات على فيسبوك بحسب ما تدول؟ يعني بمعنى أنه هناك من يقول أنه هذا الموضوع لم يكن حقيقياً بقدر ما هو باب من أبواب الدعاية العسكرية الإسرائيلية. أنا أعلم بأنكم تحبون كثيرا نظريات المؤامرة، ولكن ما تفضل به غير صحيح على الإطلاق. تم اختطافها في 7 من أكتوبر، كما تم اختطاف أكثر من 240 إسرائيلي آخر، ونحن ملتزمون كليا تماما بشكل مطلق باسترجاع جميعهم. ولهذه الحرب 3 أهداف. الهدف الأول هو تدمير حماس بأكملها، ونحن سنحقق ذلك. تم القضاء على نسبة كبيرة من قدرات الإرهابية في شمال القطاع والحبل على الجبهة. الهدف الثاني هو الإفراج عن جميع المختطفين، وحتى الآن تم الإفراج عن العشرات منهم والحبل على الجرار. وبالتالي الهدف الثالث هو الضمان بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على أمننا، ونحن ملتزمون بذلك تماما مهما طال الوقت. طيب، قلت 3 أهداف، نناقش هدف هدف. الهدف الأول أنه إطلاق سراح يعني الأسرى يتم بمقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إذن الفلسطينيون حققوا منجزا من ذلك. أولا، لا توجد هنا أي مقارنة. المختطفون الإسرائيليون ليسوا أسرى، هم مدنيون، هم أطفال، العشرات منهم هم أطفال رضا. أي مسخ في العالم، أي وحش في العالم، أي إرهابي في العالم يختطف أطفالا. قولي أنت، هل هو ليس داعش بامتياز؟ فقط الإرهابيون الوحوش يختطفون أولادا من أسراتهم ومن أحضان عائلاتهم. ما في بالسجون وبالتالي الإسرائيلية أطفال يا أوفير، هناك قصيرون ارتكبوا عمليات إرهابية. القصر أنا طفل، أريد أن أقول لك القصر طفل. بوضوح، وأنت تعلم بأن هذه هي حقيقة. لحظة، هؤلاء القصيرون الفلسطينيون ارتكبوا عمليات طعن، ارتكبوا عمليات رشق الزجاجات الحارقة، وقاموا بأنواع مختلفة من الأعمال الإرهابية، ولذا تمت محاكمتهم وفقا للقانون. هم ليسوا أسرى حرب، بس هم أوفير، إرهابيون. أي للأسف قانون؟ للأسف المؤسسة هل يكون التعليمية هناك الفلسطينية قانون ترابي الأطفال على الإرهاب. من يحتل الآخر؟ أكيد، يعني مثلا أعطيك مثال، إنه الفلسطيني بالنسبة إلي، أي قانون هذا الذي يحاكم وفقا له، وأي محكمة التي ستكون في نظره محاكمة عادلة؟ هو بالتالي يعيش تحت احتلال، وقوانين الأمم المتحدة تشرع
مقاومة المحتل. بس أنا هذا مش سؤالي، أنا سؤالي إنه من أفرج عنهم أفير أفير، بس خليني أعطيك السؤال، من أفرج عنهم في غزة كان مقابل الإفراج عن فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هذا ما أردت أن أسأل عنه أنا. الصوت تفرز، تقطع، تجمد. أفير؟ طيب انتظر قليلا إلى أن يعود الاتصال مع أفير على الأقل يجيبني عن هذا السؤال. بكل الأحوال موضوعاتنا يعني ما زالت لها علاقة بالتطورات في غزة، لكن أذكر مرة أخرى بأنه أمس كان من المفترض أن تكون معنا هذه الطفلة يعني دارين البياع، ولم نتمكن من التواصل معها لأسباب فنية تقنية. اليوم إن شاء الله إنه التواصل يكون متوفر، وطبعا لا نلوم هذه التقنيات أو يعني نركن ونعتمد بشكل كبير على التقنيات بسبب التقطيع المتعمد لشبكات يعني الاتصال وشبكة الإنترنت في قطاع غزة. بكل الأحوال أنا ما زلت في انتظار أن يتيسر الاتصال مرة أخرى مع فير جندلمان حتى يجيبني عن هذه الأسئلة، خاصة بأنه قال هناك 3 أهداف لتل أبيب في قطاع غزة، القضاء على حماس، وأيضا هذا كما يقول هو يعني إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وثالثا أن لا تعود غزة تشكل تهديد لهم. مرة أخرى عفير جنتلمان من تل أبيب، كنت بدي أناقشك إذا وانقطعت الاتصال عن الأهداف 3، وبدأنا بموضوع تبادل يعني الأسرى، وقلت لك إنه هذا تم بإطلاق سراح أسرى إسرائيليين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بغض النظر الآن ما بدنا نقول إنه مقارن وما مقارنة، المهم إنه أفرج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. أوفير سامعنا، سامعني منيح؟ نعم، أسف على المشاكل الفنية. يلا مرة أخرى خلينا نعيد يعني هذه الأهداف، موضوع تبادل، قلت لك إنه بالمقابل أطلق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، إذن أنجز الفلسطينيون في ذلك. هذا هو ثمن الإفراج عن مختطفينا للأسف الشديد. يعني كنا نفضل بأنه لن تكون هناك حاجة للإفراج عنه لا الإرهابيين، ولكن للأسف هذا هو ثمن الإفراج عن ما معنى ذلك عندما تقول كنا نفضل ولكن ما تفضلونه لم يحدث؟ ألا يعد ذلك يعني خضوع رضوخ من قبل نتنياهو لشروط في غزة؟ لا طبعا لا، لأنني أريد أن أذكر لك عندما تم الإفراج عن جلعاد شليت الذي كان مختطفا لدى حماس على مدار 5 سنوات ونصف، تم الإفراج عن 1027 إرهابي بمن فيهم يحيى السنوار وصالح العروي وباقي قادة حماس الإرهابية. الآن تم الإفراج عن 3 سجناء أمنيين فلسطينيين مقابل مدني مختطف إسرائيلي واحد، يعني النسبة صارت أقل بكثير، أليس كذلك؟ يعني حماس تريد هذه التهدئة وهي مستعدة للدفع. بس هذا لأنه الأمر متعلق بالنساء والأطفال، ما يعني التبادل عم بيصير هو له علاقة بالنساء والأطفال، لم نأتي إلى نقطة التبادل مع الجنود والضباط، هي التي ستكون ربما يعني بين مزدوجين قاسية عليكم، تبييض السجون من كل الأسرى الفلسطينيين، تعتقد ذلك؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لأن طبعا نحن ملتزمون باستعادة جميع المختطفين سواء كانوا مدنيين أو جنود، ولكن هناك وستكون هناك اتصالات ومفاوضات حول هذا الأمر. طيب الهدف الآخر من ضمن الأهداف القضاء على حماس، اليوم في كتاب إسرائيليين أثيرها إسرائيليين بيكتبوا في هارتس في معريف في يديعوت أحرنوت على القنوات الإسرائيلية بيتسألوا وين الهدف. طيب إذا حماس سلمت الأسرى في شمال قطاع غزة وكانوا يقولوا يعني الجيش إنه تم القضاء على قدرات حماس في شمال القطاع، تم القضاء على حوالي 80% من قدرات حماس الإرهابية في شمال القطاع، وبعد أن تستأنف الحرب
نحن سنمضي إلى الجنوب من أجل القضاء على حماس بأكملها. أريد أن يعني أقول بشكل صريح وواضح، يعني هذه هي مهمة قد تطول، هذه هي مهمة معقدة، ولكن الإنجازات العملاقة التي حققناها أثبتت لحماس بأنها قد دفعت ثمنا باهظا طيب على المجازر التي ارتبطت بحق مواطنينا في بس السابع من أفير، أكتوبر. كيف يعني هي بتقيم؟ ترى الدمار، هي ترى الآلاف من الإرهابيين الذين قتلناهم، وهي تفهم تماما ما هي قوة الجيش الإسرائيلي. طيب خلينا، انا يعني بغض النظر عن المصطلحات اللي بتستخدمها، هذه مصطلحاتك، بس على اي اساس بتقدر؟ يعني انت لما قلت انه تم القضاء على 80% من قدرات حماس، كيف؟ شو هي 80% هذه اللي قضيتم عليها؟ طبعا لدينا معلومات دقيقة حول قدرات حماس الإرهابية في الشمال، تم القضاء على المئات من الأنفاق، تم تدميرها، تم تدمير أكثر من 400 نفق إرهابي تابع لحماس، تم اكتشاف جميع السراديب والأنفاق التي كانت تحت مستشفى شفا وباقي المستشفيات، وتم قتل على الأقل 5000 إرهابي ينتمون لحماس وعلى رأسهم العشرات من القادة الكبار، يعني قادة الألوية، خمسة قادة آلاف يا الكتائب، قادة عفير، السرايا. عفير خمسة نعم، آلاف يعني مين بده 5000 يصدق هذا إرهابي. الرقم؟ 5000 هذا رقم ما، أنا ولا لا وسيلة يهمني إذا إعلام، كنت عفير صادق أم لا. وعفير ولا وسيلة إعلام تحدثت عن ذلك، حتى الإعلام الإسرائيلي ولا مصادر الجيش. لا، أنا صدقني أنا أتحدث باسم رئيس لا الوزراء عفير وعندي المعلومة. يا أخي ماشي، لك منصب، بس ما هو أي شخص ممكن إنه يعني يلقي بالأرقام كما يريد. وين ال5000 اللي نحن بتقول لسنا، عنهم؟ لحظة، لا يا عفير، نحن لسنا مثلكم، يعني ليس لدينا هذا الخيال الذي نفبرك لحظة، شو فيه يعني قصدك؟ الإنجازات لحظة لحظة لحظة، والإمكانيات وما إلى احنا ذلك، عفير هذه هي أرقام موثوق بها. عفير انا بناقشك إعلامي، لا في خيال ولا مخيلات ولا روايات، احنا بنتحدث بلغة ولكن الأرقام. أنت تشكك فيما أقوله، وأنا أقول لك بشكل لأنه ما في رسمي، مصدر تم موثوق، مش القضاء على بشكك، مش 5000 بشكك لأني إرهابي. بدي أشكك عفير. أنا من حقي إنه أسأل عن الأرقام يعني والتوثيق. أنت بتقول إنه 5000 قتلتم، وبتقول 80% من قدرات حماس. طب ما أنا بقدر أنا كمان أعطيك أي نسبة كما يعني يخيل لي، بس وين الأدلة على ما تقول؟ الأدلة موجودة عندنا، نحن نعمل وفقا لحقائق، وفقا لمعطيات، نحن لا نعمل وفقا لعنطريات. والجيش لديه معلومات دقيقة جدا حول ما تم القيام به من إنجازات وانتصارات على أرض الميدان، وبالتالي يعني في كل المواجهات حماس هزمت. يعني لماذا حماس تريد هذه التهدئة؟ لماذا حماس تريد استمرار وقف إطلاق النار؟ لأنها هزمت. يعني المنتصر لا يطلب وقفا لإطلاق النار، أليس كذلك؟ فقط لماذا المهزوم يطلب. نتنياهو كان يقول مرة أخرى يعني أوفير هذا كلام موثق، كان في البدايات لا صفقات لا تفاوض وسنصل إلى الإسرائيليين في غزة ونفرج عنهم بالقوة العسكرية. الأمور تتغير الآن، وإسرائيل بالمناسبة، إسرائيل بحسب ما تدول أيضا في الإعلام الإسرائيلي تدرس إمكانية تمديد المهلة الهدنة لعشرة أيام، إذن إسرائيل التي تطلب الآن أيضا. لا، نحن نريد الإفراج عن المختطفين، والثمن هو تمديد التهدئة فقط. طيب بس شو بتفسر إنه تظهر حماس في شمال القطاع وتسلم الأسرى للصليب الأحمر من تلك المنطقة؟ في محلل إسرائيلي نسيت اسمه بيقول أنا كنت مع قوات الجيش في شمال قطاع غزة وقالوا لي إنه الآن دمرنا كل قدرات حماس في تلك المنطقة. بعد يوم يسلم الأسرى الإسرائيليون في تلك المنطقة بعرض شبه عسكري لحماس. مرة أخرى قلت لك قبل دقيقتين بأنه تم القضاء على 80% من قدرات حماس الإرهابية في الشمال. المهمة لم تكتمل بعد، وقواتنا لا تزال موجودة داخل القطاع، هناك 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل في شمال القطاع وفي مناطق أخرى، وهناك قوات أخرى مستعدة للدخول على خط الحرب. وأقول لك يعني بدون القضاء على حماس يعني سنعود إلى نفس المربع، يعني سنجري هذا الحديث بعد شهر أو شهرين أو سنة،
لأن حماس سوف تعود إلى عادتها القديمة، يعني حماس تريد أن ترتكب المزيد من المجازر بحق مواطنينا، قادتها يقولون ذلك علنا وبكل افتخار، ولذا لابد من القضاء على حماس، ليس فقط لصالحنا بل أيضا لصالح سكان قطاع غزة الذين يعانون من بطش واحتلال حماس ولصالح المنطقة. لا أمل لقطاع غزة إذا بقيت حماس على سادة الحكم، يجب القضاء على حماس، يجب تدمير حماس ونحن سندمرها، يعني هذا هو الوعد الصادق منا لكم. في الضفة الغربية، هل هناك حماس حتى نرى ما يحدث في الضفة الغربية وهذه الهجمة على الفلسطينيين هناك؟ إذا أنت تخلق فلسطينيين غير حماس من الفتح، من الجبهة الشعبية، من الجبهة الديمقراطية، من كل المكونات اللي إسرائيل أوصلتهم إلى أنه لم يعد هناك أمل في إقامة دولة لهم. الفتح وجبهة شعبية تريدان السلام، الجبهة الشعبية وفتح مستعدتان للاعتراف بإسرائيل كوطن الشعب اليهودي، يعني خلينا نضع نقاط لحظة، على الحروف. فتح غير هناك معنية؟ تواجد كثير، مين اللي فتح كان غير في معنية، مفاوضات أوسلو؟ هذا اللي فات مات، يعني فتح اليوم ضد السلام، الجبهة إذا الشعبية طبعا هي منظمة يعني إذا أنت بامتياز. الآن أوصلتني إلى أن أفهم منك إنكم بتعاملوا كل الشعب الفلسطيني على إنه حماس. لا، نحن نتعامل مع كل المنظمات الإرهابية الفلسطينية بصفتها إرهابية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تستهدف الخلايا الإرهابية سواء كانت تنتمي لحماس أو لمنظمات إرهابية أخرى أو الجهاد أو ما إلى ذلك. نحن لا نستهدف المدنيين، طيب في نحن طبيب نستهدف فقط أول امبارح، الإرهابيين طبيب الذين في قباطي، يختبئون في قلوب حفير، المدن الفلسطينية. في طبيب في قباطي، طبيب في قباطي قتلته القوات الإسرائيلية، عن أي خلية بتتحدث يا حفير؟ أنا لم أسمع عن هذا الكلام إطلاقا. طب إذا لازم تسمع مشان ما نضل نقول إنه القوات الإسرائيلية بتستهدف خلايا. انظر، كل من يحمل السلاح، كل من يخطط طبيب لارتكاب العمليات الإرهابية طبيب ضد حامل مخاطر ضد سماعات مواطنينا. الطبيب ولابس روب الطبيب عادة، أنا شو لا أعرف بيعمل هذه الطبيب؟ الحالة، لا، أنا لا أعرف هذه الحالة، وهذه المحاولات لإظهار كل قتيل فلسطيني كأنه ملاك، يعني أنا لا أقبل بذلك. إذا أردت يمكننا أن نناقش هذه القضية بشكل خاص بعد أن سأفحص الحقائق، ولكن أقول لك نحن لا نستهدف المدنيين، والكل يعلم بأن إسرائيل تستهدف فقط الإرهابيين، وبالتالي لماذا لا تعتقلهم السلطة الفلسطينية؟ إذا كانت هناك خلايا إرهابية في نابلس وفي أماكن أخرى، لماذا لا تعتقلهم السلطة الفلسطينية؟ هي ملتزمة بذلك في إطار اتفاق أوسلو، لماذا الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تتجرأ على الدخول إلى المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية خوفا على حياة أفرادها؟ لماذا؟ لأن هناك بؤر إرهابية كبيرة جدا لحماس ولتنظيمات إرهابية أخرى، هي تخطط لقتل المواطنين، ولنا الحق بملاحقة هذه الخلايا وبقتلها، لأنه يريدون أن يقتلوا أطفالنا. سمعت بقصة الطفلة الفلسطينية جنى زكارني في جنين، جنى عمرها 15 سنة، كان في نعم اجتياح، سمعت فيها ولا بس تسألني إنه أكمل؟ نعم سمعت فيها، طيب، سمعت فيها، تفضل. قنصها قناص بأربع رصاصات، طلعت على سطح البيت، بدها تجيب قطتها، خايفة على قطتها من الرصاص لا، الإسرائيلي، قتل، شو، لا لا، هذا حقي موثق، فاضل، حقي فاضل، أربع أقول رصاصات لك ما حدث. بقناص إسرائيلي قنصها يا عفير، شو لحظة، بنسمي هاي كل هذا الطفلة؟ الكلام عن القطة، لحظة. أنا أفهم الباليوود الفلسطيني، أنا طبعا أتابع تفهم كل شو؟ هذه المحاولات، باليوود يعني إظهار المشاهد كأنها بريئة وما إلى ذلك. هذه الشابة نعم هي طفلة قتلت طفلة على يد قناص إسرائيلي الذي اعتقد وهو كان صادق، يعني كان على حق بأنها تعمل لصالح تنظيم إرهابية، وفعلا هي عملت لصالح تنظيم الجهاد الإسلامي، هي كانت طفلة في يا مهمة عفير، مراقبة طفلي لقواتنا، طفلي لحظة، هي طفلي كانت يا في مهمة عفير يا مراقبة عفير، لقواتنا على سطح منزلها، لحظة، نحن لا نستهدف المدنيين، لحظة، أنت تعلم بأنه يتم استخدام الأطفال الفلسطينيين لأغراض إرهابية، تتم تربية الأطفال الفلسطينيين على عفير الإرهاب منذ الصغر، منذ روضة الأطفال، وهذه طيب هي لحظة، النتيجة، نحن نرى إرهابيين فلسطينيين شفت عمرهم الأناشيد 14 سنة، 13 أناشيد سنة، وهذا للأسف هو حالة من هذه الحالات. يا عفير، الأناشيد قبل كم يوم السوشيال ميديا ضجت،
بالأغنية اللي بغنوها أطفال مدرسي وبيدعوا إلى إبادة الفلسطينيين، هذا شو اسمه يا ترى؟ هذه هي أغنية واحدة، لديكم المليارات من الأغاني. بغض النظر، واحدة مليارات، موجود أو مش موجود؟ إذا كانت هناك هذه الأغنية فهي تمثل الشعب مش إذا كان الإسرائيلي الآن وهي قلت تمثل اعترفت إنه الحكومة أغنية الإسرائيلية. واحدة، الآن بتقول لي إذا موجود أو مش أغنية موجود؟ واحدة، خلينا نفترض أن هذه هي أغنية حقيقية، أوكي؟ مش نفترض، لديكم موجودة، المليارات. ليه نفترض؟ موجودة أغنية واحدة، أنا طبعاً لا أقبل بها. ولكن لديكم المليارات من الأغاني التي تدعو إلى قتل اليهود، للفلسطينيين هناك يعني أناشيد كاملة. طيب أنا فلماذا هذه المحاولات طب أيضا لقلب يا حقائق عثير الراسخة على الأرض؟ انتهى الوقت بكل الأحوال، في أكثر من حاخام اللي كانوا يطلعوا فتاوى يقولوا إنه لماذا يجوز قتل الأطفال؟ لأنهم مشاريع قتل في غير المستقبل. صحيح، غير صحيح، كل ما أقول لك غير شغلة صحيح. يا لا عثير كلها غير تقارن بين صحيح. الحاخامات اليهود طيب وبين الأئمة الدواعش الذين يعملون لصالح حماس ولصالح المنظمات الإرهابية الأخرى. لا يوجد أي مجال للمقارنة. نحن شعب يحب الحياة، نحن نعمل وفقا للقانون الدولي، ولدينا إنسانية عالية من كل دول العالم طيب حتى في الحرب. ولذا أقول لك نحن ملتزمون بتدمير حماس، لأن هذا سوف شوف يجلب انتهى السلام الوقت، إلى بس بدي الأرض. اعقب على قلت انه عم بتقول انه بين مزدوجين الاخلاق. 16,000 الان اخر تقارير تشير الى امكانيه 20,000 فلسطيني هم ضحايا القصف على غزه. هؤلاء من؟ أنا لا أصدق هذه الأعداد التي تصدر عن وزارة الصحة التابعة لحماس، يعني انت ولديهم بتشكك أسلحة بكل واضحة شيء يا لتشويه عفير؟ الحقائق. أنا يعني لا بتمنى أصدق انك ما هذه الأعداد. بتشكك انه في قصف كمان على غزه. لا، هناك قصف، ولكن أنا أشكك في هذه الأرقام. كم الرقم تقريبا؟ طب قتل من هؤلاء؟ كم الرقم بالنسبه لك؟ الحماس قالت كم إرهابي قتل من هؤلاء؟ لا، كم؟ هي لم تقل بأن قتل إرهابي واحد من هؤلاء، طب ليس انت كيف كذلك. عرفت انه كل هذه 5,000؟ الأعداد انت كيف عرفت انه 5,000؟ نحن نعلم وفقا لمصادرنا، ولكن حماس تحاول أن تخفي هوية الإرهابيين الذين قتلوا، وهي انت تحاول أن بتقول تظهر تعرف كل بحسب فلسطيني مصادركم، قتل كأنه مدني. ما دام بتشكك في رقم الفلسطينيين في غزة اللي ذهبوا ضحية القصف، انت في تقديرك كم؟ شو الرقم اللي بتصدقه يعني؟ نحن لا نزال نفحص في هذا العدد. طبعا من الصعب كثيرا المعرفة. وأنا أقول لك شيء آخر، نحن لا نعرف حتى الآن كم إسرائيلي قتل، لأنه العشرات منهم قد حرقوا ولا توجد منهم حتى أشلاء، يعني طيب هناك يعني أجزاء من العظام وما إلى انتهى ذلك. الوقت هذه حرب صعبة، أفير يجب القضاء جندلمان، على حماس لصالح السلام في المنطقة. المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية من تل أبيب.